به المشاهد المروعة للدمار الهائل في المدن السورية، من الغوطة الشرقية وداريا بريف دمشق إلى مدينة حمص وحلب وغيرها، ليست بفعل زلزال أو كارثة طبيعية، إنما هي بفعل طيران نظام الأسد المجرم وحلفائه من المحتلين الروس والإيرانيين، الذين دمروا المدن والقرى فوق ساكنيها بكل أنواع الأسلحة، من الصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة وغيرها. فإلى الذين تسابقوا بدموع التماسيح يقدمون العزاء لهذا المجرم القاتل، نذكركم أن دماء شهدائنا لم تجف بعد، وأن معتقلينا في مسالخ الأسد لم يخرجوا بعد، وأننا لازلنا على قيد الحياة، نقاوم بيد ونسجل بيد تخاذلكم وتواطؤكم مع قاتلنا. لن تحلموا بأن تخدعوا الشعوب بحفنة مساعدات وأموال تقذفونها لقاتلنا بحجة إغاثة السوريين المنكوبين، فالسوريون شعب عظيم، يعرفون تماما أن الذي تمدون له يدكم هو من قتلهم ودمر مدنهم وهجرهم، وأن كل يد تمتد له لتساعده هي يد. نحن الشعب السوري الحر نرفض بشكل قاطع المحاولات الخبيثة لتأهيل هذه العصابة الكيماوية الكبتاغونية الإرهابية المجرمة بحجة مساعدة السوريين في كارثتهم، فهي مجرد عصابة مارقة ساقطة لا يساعدها ولا يطبع معها إلا الساقطون.